رعى سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن احتفالات الكنيسة الكاثوليكية في تلاع العلي بمناسبة ختام الشهر المريمي وتدشين مزار قلب مريم الطاهر. إلى التفاصيل. على أنغام الترانيم المريمية احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن بختام الشهر المريمي واستذكار زيارة مريم العذراء لنسيبتها أليصابات. وبهذه المناسبة أقيم قداس احتفالي مهيب ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن في كنيسة قلب يسوع الأقداس في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان. عاون سيادته في الصلاة راعي الكنيسة الأب علاء مشربش والكاهن المساعد الأب مروان حسان والشماس الإنجيلي جبران سلامة وعدد من شياطقة الكنيسة وخدام الهيكل وبمشاركة جوقة قلب يسوع الأقدس بقيادة المايسترو فارس عباسي. وفي عظة القداس التي ألقاها سيادة المطران الشوملي قال خلالها: اليوم يا أحبتي نحتفل سويا بختام هذا الشهر المحبب على قلوبنا، هذا الشهر الذي فيه نستذكر والدة الإله ونطلب شفاعتها لدى ابنها المسيح الإله. وتحدث أيضا عن فرحه بحضوره اليوم والمشاركة مع الآباء الكهنة والمؤمنين الأسرار الإلهية وقال: إن هذه الرعية هي قلب الكنيسة في عمان، قلب يصلي للآخر ويصلي للمحتاج والضعيف والمتألم، فحقا إنها قلب يسوع الأقدس. كان اختتام الشهر المريمي في رعية قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي مميزا هذه السنة، لأنه واكب وزامن عيد زيارة العذراء لخالتها أليصابات، وأيضا واكب افتتاح المزار الذي كانت الرعية تطلبه وتتوقعه منذ سنوات طويلة. الشيء اللافت للانتباه أنه أخوية السيدات كانت تجمع كل سنة مبلغاً صغيراً منذ 14 سنة، إذن المزار هو من تبرعات الرعية، من بناء مهندسي الرعية ومقاول الرعية ولخدمة أبناء الرعية. بهذه المناسبة نعبر عن فرحتنا لأنه مزاراً جديداً لأمنا مريم العذراء يفتتح اليوم في إحدى أكبر رعايا عمان، وهي رعية قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي. مبروك وألف مبروك. وعقب التناول من الأسرار الإلهية اتجه سيادته مع الآباء الكهنة لتدشين مزار قلب مريم الطاهر الذي قام بإنشائه كاهن الرعية الأب علاء مشربش، حيث شرح لنورسات أهمية أن يبقى المؤمن مواظبا على الصلاة للأم البتول، وأضاف بأن المزار يفتح أبوابه لاستقبال المصلين ويقبل كل من يلتجئ إليه. وأيضاً اليوم مع هذا الشهر المريمي وختامه قمنا بتكريس الرعية بجميع عائلاتها لقلب مريم الطاهر، وبنفس الوقت بعد القداس الإلهي مشينا بتطواف ومسير نحو مزار قلب مريم الطاهر الجديد في الرعية، وقام سيادة المطران بتدشين ومباركة المزار ليكون مكان مفتوح بشكل تقريباً دائم في الرعية للناس تيجي ويقضوا وقت من الصلاة والخلوة، وأيضا يقام لإكرام قلب مريم الطاهر حتى تكون لكنيستنا مشادة اسم قلب يسوع وعنا أيضا قلب أمه مريم الطاهر. اليوم كان القداس رفعنا عنية خصوصا السلام في العالم وعنية كل شخص بحاجة لصلاة، خاصة المتألمين بكافة ألامهم، رفعناهم بالذبيحة المقدسة حتى أمنا مريم العذراء تحميهم وتباركهم وبقلبها الطاهر تغمرهم بحنانها وبعطفها وبرعايتها. و
واحتفلت أيضا الرهبنة الوردية المقدسية بختام الشهر المريمي بقداس إلهي أقيم في كنيسة بيت الزيارة في منطقة دابوق بالعاصمة عمان. ترأس القداس سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن بمعاونة الأب وسام منصور وعدد من الآباء الكهنة وبحضور راهبات الوردية المقدسة وحشد من المؤمنين. وبعد القداس الإلهي جال الجميع في محيط المدرسة رافعين تمثال الأم مريم العذراء المزينة بالورود وحاملين صورة القديسة ألفونسين وذخيرتها ومرنمين للأم البتول وللقديسة ألفونسين. وقدمت الأخت لوريت زوايدة والأب وسام منصور بمرافقة عدد من أساتذة كلية الوردية أمسية روحية للسيدة العذراء في باحة بيت الزيارة.